أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض وزارة الرياض السعودية عن التصاميم والتصورات المستقبلية لإستاد الملك سلمان ومرافقه الرياضية. الإستاد يقع في شمال مدينة الرياض على طريق الملك سلمان، ويتميز بقربه من مطار الملك خالد الدولي، فضلاً عن اتصاله بمحطة قطار الرياض ومحاور الطرق الرئيسية. تم اعتماد تصميم استاد الملك سلمان من مجموعة تصاميم قدمتها 6 شركات عالمية متخصصة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال الربع الرابع من عام 2029. وستبلغ طاقة الملعب الاستيعابية نحو 92,000 مقعد، سيحتوي على أنظمة تبريد مستدامة ومجموعة من المرافق الرياضية المختلفة والمراكز التجارية.